هاي أنا إلي، وبالفيديو تبع اليوم رح نحكي عن سعر البيتكوين يلي بعده عم يطلع تيوصل لل 9100، بس كمان رح نرجع نشوف الشارت تبع البيتكوين كيف تأثرت بال 2013 وكيف نزل الماركت ولوين رجع طلع هيدي السنة. كمان رح نرجع نروح ونشوف الشرك يلي عم تعمل ICO شو عم تعمل بالتوكن يلي عم يطلعوا له، مثلا رح نفوت بالتفاصيل بشو عم بيصير بإيوس. رح نرجع نروح كمان ونحكي عن شغلة كتير مهمة أنا تعلمتها بالسفرة تبعيتي على الصين عن الإكسشينجز، وشغلة كل شخص منكم لازم يعرفها. وآخر شي رح نحكي عن ترامب والتوكن يلي دولة فنزويلا أطلقوا. قبل ما بلش هذا الفيديو حابب أذكر أنه أنا اليوم عشية وبكرة رح كون عم بعمل دورة عن البلوكتشين. هذه الدورة بتخص أي شخص حابب يفهم أكتر التكنولوجيا، حابب يحلل العملات أو الشركة اللي هي اليوم بالماركت، بس كمان أي شخص بيشتغل بشركة كبيرة وحابين يحطوا بلوكتشين بهيدي الشركة معقول يستفيد من هيدا الكورس. رح حط اللينك تحت بالدسكريبشن، فيكم تروحوا وتتسجلوا. بس للأشخاص يلي مش رح يحضروا هيدي الدورة لأنه هي رح تكون أونلاين، فيهم هن يرجعوا ياخدوا التسجيل لما تخلص هيدي الدورة. إذا بنرجع الكوين ماركت كاب، فينا نشوف انه كل الماركت بعده صاعد، هيدا شيء كتير منيح، لكن البيتكوين دومينانس عم بينزل. وهيدا هون فينا نشوفه اذا بنروح وبنحط الاسعار مقارنة بالبيتكوين، عم نحس انه كل التوكن هن عم بياخدوا منيح فوليوم وكمان سعرهم عم بيزيد، وهيدا اللي بدل انه اذا بنروح على هيدا الشارت يلي دايما بنحللها كل ما يطلع الدومينانس تبع البيتكوين عم نحس انه الالت كوين هن عم بينزلوا. لكن لما سعر البيتكوين يطلع العالم عم تحس انه هي صار فيها تبيع هيدا البيتكوين وتبلش ترجع تشتري الالت كوين، وهيدا اللي عم نشوفه هون. الدومينانس تبع الالت كوين وصل لل 17% او تشي، ورجع طلع اليوم تيلامس ال 19%. ومثل ما بنشوف هون على الشارت انه هدول اثنين شارت معاكستين، هيدا اللي عم نشوفه هون تبع البيتكوين وتحت تبع الالت كوين. كل ما الدومينانس تبع البيتكوين عم تنزل كل ما الدومينانس تبع الالتكوين عم تطلع، يعني هيدا اللي بيدل انه العالم يلي عندها البيتكوين هون عم تروح كرمال تشتري الالتكوين، بينما كل ما الدومينانس تبع البيتكوين عم بيعلى يعني العالم عم بتخاف وعم بتبيع الالتكوين تبوليتها كرمال تحتمي بالبيتكوين، لانه هن مش حابين يطلعوا من هيدا الماركت. الالتكوين عم بينزلوا، وهون اليوم عم نشوف اول ما شفنا صعود بسعر البيتكوين الدومينانس تبعيته رجعت تنزل وبلشوا الالتكوين يرجعوا يطلعوا. اكيد هيدي منا ترند، يعني ما فينا ناكد هيدا الشيء، لازم ننطر بعد جمعه وجمعتين كرمال نشوف كيف الدومينانس تبع البيتكوين رح يتاثر بهدول التحركات. اذا بروح على هذا الارتكل يلي هو تنبؤ من تومي لي، تومي لي يلي حكينا عنه باخر فيديو، وقلنا انه تومي لي بيتصور انه سعر البيتكوين بسنه 2020 رح يوصل ل 91,000 دولار. تومي لي هو شخص موثوق بول ستريت، لانه هو من اول الاشخاص يلي بلش ينصح المستثمرين تبولاته انه يفوتوا بالبيتكوين. تومي لي هو عنده شركه اللي هي فاند ستراد جلوبال، وهو بيطلع على تلفزيون سي ان بي سي. تلفزيون سي ان بي سي كثير من المستثمرين هن بيلحقوه. وهون يلي عم بيقوله تومي لي انه الالتكوين ماركت اليوم نازل كثير، لكن الالتكوين ماركت رح يرجع يطلع. هو بالتنبؤات تبولاته، اكيد التنبؤات تبولاته منا بس حكي، هي مبنية على ارقام ودراسات شركته عم تعمله. هو بيقول انه بهاي السنة بشهر اب او ايلول رح نرجع نشوف صعود مفاجئ بالالتكوين مثل ما صار بشهر سبتمبر وشهر ديسمبر. اكيد هذا الشيء نحن ما فينا نأكده، الشكل الوحيد اللي فينا نعملها هي ننطر ونشوف شو رح يصير. بس انا بدي اطلب منكم رايكم، تكتبوا لنا اياه تحت بالكومنت شو رايكم بالالتكوين وامتين هن المعقوله يرجعوا يصعدوا. بس شكل كتير مهم بيشير لها تومي لي انه كتير من الالتكوين الصغار معقوله ما يرجعوا يصعدوا بحياتهم، لكن الالتكوين يلي رح يرجعوا يصعدوا هن يلي رح يحطوا البرودكت يعني المشروع يلي عم يشتغلوا عليه على الماركت، ورح يفرجوا انه هن عندهم شيء عم يشتغلوا عليه. لكن كثير من الالتكوين الصغار يلي مش رح يقدروا يفرجوا برودكت او البرودكت تبعهم منه محرز او ما عم يشتغل، هن رح نشوف سعرهم رح يضل عم ينزل وعم ينزل. هاي شغله كثير مهمه كرمال ننتبه له. اليوم تقريبا على كون ماركت كاب مثل ما فينا نشوف هون في 1569 عمله،
لكن كتير من هدول العملات سعرهم رح يضل ينزل، ورح نفوت أكثر بالتفاصيل بالفقرة الثالثة لما نحكي عن الاكسشينجز على شو معقول يصير بهدول الكريبتو الصغار. لكن أنا هون حابب أرجع أخذكم على التشارت تبع البيتكوين. مش رح نفوت أكيد بالتحليل الفني يلي عملناه مع نايف، لكن أنا بس بدي أرجع أفرجيكم كم ترند، يعني تقريبا شو القصص يلي صارت بال 2013 وشو معقولة نحنا نتعلم منه. إذا هون بكبر، بال 2013 صار في عنا نزولين كتير مهمين. أول نزول كان عم بيصير بشهر أبريل 2013، أول ما أنا تعرفت على البيتكوين. هون عم نشوف إنه وصل سعر البيتكوين لل 259 ورجع نزل 82% تيلامس ال 50 دولار. لكن من بعد هيدا النزول المهم رجع طلع كل السنة تا يوصل ما فينا نشوف هون لل 1158، ويرجع ينزل 66% تيلامس 381. ونحن بسنة 2014 و 2015 ليل من العالم يلي بلشوا يفوتوا بالبيتكوين، لأنه سعره كان عم بيضل ينزل مثل ما فيكم تشوفوا هون تقريبا تيلامس 219 دولار بسنة 2015. ومن سنة 2015 رجعنا شفنا صعود للبيتكوين تأكيد يلامس ال 20,000 يلي شفناها بشهر ديسمبر. هدول النزولين شو معقول يعلمنا؟ هل نحنا معقول نكون بالنزول يلي نزل 66% ونرجع نضلنا عم ننزل لسنتين تنرجع نطلع، أو نحنا اليوم بالنزول تبع أبريل 2013 يلي نزلنا 82% لكن رجعنا شفنا صعود كل السنة تنرجع نلامس مثل ما هون شفنا ال 1100؟ هيدا السؤال أكيد أنا ما في جاوب عليه. الشغلة الوحيدة اللي فينا نعملها هي إنه ننطر ونشوف كيف الماركت رح يتغير، لكن كتير مهم إنه نحن نرجع نروح على الماضي ونشوف كيف سعر البيتكوين كان عم يختلف. شغلة كتير مهمة نحطها براسنا اليوم إنه البيتكوين بال 2013 ما كان فيه كل التكنولوجيا يلي نحن اليوم عم نشوفها. بال 2017-2018 كتير من تقدمات نحطوا على البيتكوين، إن كان سيجويت إن كان لايتنينج نتورك، كل هدول القصص هن عم يساعدوا عالم أكتر وأكتر إنه يستعملوا هيدا العملة، وهيدا كتير مهم نحن كرمال نفهم إذا سعره زاد ليش معقول يزيد سعره أكتر من يلي صار ب 2013 ويلي ما كان ببرر سعر البيتكوين. بالفكرة الثانية رح نروح على هيدا التويت يلي كتير مهم، رح حطه تحت بالدسكريبشن. هيدا التويت عم بيقول انه ايوس يلي هن عملوا الاي سي او تبعهم بلشوا يبيعوا بالماركت الاثيريوم تبعولاتهم. ايوس صحيح انه هن بلوكتشين، وانا عامل فيديو الفرق بين ايوس واثيريوم، بس اليوم التوكن تبع ايوس هو اي ار سي 20 توكن، يعني هو مبني على البلوكتشين تبع إثيريوم، وهن الـ ICO تبعهم عملوه على إثيريوم، يعني هن جمعوا إثيريوم واليوم بلشوا هن يبيعوا هدول إثيريوم، لأنه بركي هن يكونوا خايفين لأنه الماركت عم بينزل. ويلي لازم نعرفه أنه هدول الشرك عندهم موظفين، عندهم مكاتب ودفعات ضروري يدفعوها بالدولار، ما فيهم اليوم يدفعوها بالكريبتو. كرمال هيك هن عايزين أنه يبيعوا شوي من هدول الكريبتو كرمال يسددوا هدول الدفعات. لكن اذا سعر الكريبتو عم بينزل كل هدول الشرك هن رح يبلشوا يبيعوا الكريبتو تبعولاتهم، لانه بالنهايه هن ما بدهم يشوفوا حالهم معهم 20 او 30 او 50% اقل مصاري وما يقدروا يسددوا هدول الدفعات. فهذا الشيء كتير مهم، ونحن نلاحق الشرك يلي عملت اي سي او واللي طلعوا كتير مصاري مثل ايوس مثل تازوس مثل فايلكون يلي بعد ما انحطت على الماركت شو عم بيعملوا بالاثيريوم تبعولاتهم، لانه اذا هن راحوا وبيعوا هالكميه الكبيره اللي عم نشوفها هون 163,000 اثيريوم كثير معقول ياثروا على سعر الاثيريوم، وكمان معقول ياثروا على الماركت. هيدي شغله حبيت انا شيرها. بتالت فقره رح احكي عن هيدا الارتكل. انا مش رح فوت بالتفاصيل تبع هيدا الارتكل، لكن هون رح خبركم عن شغله انا تفاجأت فيها وكثير من العالم كانوا عم يحكوني فيها لما كنت بالصين. هذا الارتيكل عم بيقول انه معقوله الاي سي او لما ينعملوا بالمستقبل العالم يلي بيعملوا هذا الاي سي او ما يطلع لهم توكن دغري، وهذا التوكن رح يكون فريز يعني مجمد ل 12 شهر او 24 شهر. وهذا شو بيعني؟
هذا بيعني انه نحن ما عدنا عم نعمل زي طريقه الاستثمار يلي نحن بنعرفها بالاي سي او، لانه انتم لما تعملوا اي سي او تقريبا بعد جمعه جمعتين او شهر بيطلع لكم هذا التوكن، هذا التوكن فيكم تبيعوه او فيكم تخلوه عندكم او فيكم تشتروا اكثر. لكن بالحاله يلي هو رح يكون مجمد انتم مش رح تقدروا تعملوا شيء، وهيدا كثير بيرجع بيذكرنا بالنظام الحالي. اليوم مثلا اي شركه اوبر او اير بي ان بي اذا انكم بدكم تشتروا ستوك منهم ما فيكم تبيعون الا لما الشركه هيدي تروح بابليك، يعني هي تروح وتنحط على الاكسشينج. واللي عم بيصير هون انه اذا الاي سي او انعملوا بهالطريقه كثير رح تغير بطريقه الانفستمنت، كثير رح تغير بطريقه الاستثمار يلي نحن اليوم نعملها. يعني العالم يلي كانوا مفكرين يطلعوا مصاري بالشهر او الشهرين من بعد الاستثمار باي سي او ما رح يقدروا يعملوا هذا الشيء، وكرمال هيك هن رح يترددوا وما يعودوا يحطوا مصرياتهم بهدول الاي سي او. لكن الشيء يلي بخوف اكثر واللي انا كمان شرته امبارح بالفيديو تبعي، مثل ما حكينا قلنا انه بيتريكس 80 من الالتكوين هن عم بيشيلون. هلا ليش معقول يشيلون؟ في كذا سبب. اول سبب هو اللي حكيناه بالفيديو، قلنا انه هدول الالتكوين سعرهم عم بينزل، او هدول الالتكوين المشاريع يلي وراهم ما عادوا منيح. لكن كتير معقول بيتريكس عم يبلشوا يشيلوا هدول الالتكوين لانه هن عم ينشروا. اكيد انا هون مني اكيد انه اذا هن عم ينشروا او لا من شركة تانية، لكن اذا هن عم ينشروا من شركة مثلا امريكانية ما بدهم يكون عندهم الكوين ما لهم عازل، او الكوين كمان بيعتبروا سيكوريتيز، لانه اذا هدول الالتكوين هن رح يعتبروا سيكوريتيز رح يكون في نظام عليهم كتير مختلف من غير الكوين منو سيكوريتيز، وهذا شيء كتير مهم. والاهم من هيك، اي شخص عنده من هدول الالتكوين يلي هن رح يكونوا سيكوريتيز، او هدول الالتكوين يلي رح ينعملون اي سي او رح يكونوا مجمدين، سعر هدول الالتكوين كتير معقول ينزل، لانه انتو ما فيكن ولا تبيعون ولا تشترون. اليوم الطريقة الوحيدة يلي معقول نزيد سعر الالتكوين او سعر اي توكن هو انه نروح ونحطه على اكتر اكسشينج ممكن، يعني اكتر عدد من الاكسشينجز. بما انه هو على اكسشينجز كتار، كتير من العالم فيهم يتداولوا، فيهم يشتروه، فيهم يبيعوا. بينما اذا قلنا انه هيدا التوكن يلي انتو اشتريتوه ما فيكم تحطوه على ولا اكسشينج وما فيكم تبيعوه، كتير صعب تلاقوا شخص يقدر يشتريه منكم، وهيدا كتير رح يأثر على سعر هيدا التوكن. مش مهم، معقول يكون المشروع كتير منيح ومعقول يكون المشروع منه منيح، بس اذا ما في سيولة على هيدا التوكن رح يكون في مشكلة. وانا بالحديث مع كتير من العالم يلي بيشتغلوا باكسشينجز، ان كان كوكون، بايننس او غيرهم من اكسشينجز صغار يلي رح نرجع نحكي عنهم بهيدي القناة، اليوم هن كتير عم يفكروا بالليستينج، يعني شو هن التوكن يلي بدو يحطوه على الاكسشينج تبعهم، وكرمال هن يصعبوا انه يحطوا توكن على الاكسشينج تبعولاتهم عم بدفعوا التوكن كتير. مثلا بايننس، رح لكم شغلة معقول تفاجئكم، بايننس اليوم عم يدفع بين 500 و1000 بيتكوين لأي شركة بدها تحط التوكن تبعها على الاكسشينج، وهيدا يلي رح يخوف المشاريع والعالم يلي عم تعمل توكن كرمال يحطوه على بايننس او غيرهم من الاكسشينجز، واذا هن ما حطوهم على اكسشينجز سعرهم مش رح يزيد. كرمال هيك انا بدي هون انبهكم على شغله، اي توكن او اي اي سي او انتم بتفوتوا فيه كتير مهم تنتبهوا على اي اكسشينجز معقول ينحط، او اذا هو سيكوريتي او يوتيليتي توكن. سيكوريتي يعني هيدا التوكن انتو بخولكن يكون عندكن شقفة من هيدا الشركة، يوتيليتي يعني ما عندكن ولا شقفة من هيدا الشركة، وانتو بس عم تستعملوا هيدا التوكن كرمال تتداولوه جوات برودكت او المشروع يلي هو بيساهم فيه. هيدا شغلة كتير مهمة رح نرجع نفوت فيها اكتر بالتفاصيل، وانا رح اجرب جيب محامي كرمال يحكي بهيدا القناة على شو الفرق بين سيكوريتي ويوتيليتي، وكيف معقولة اذا بكرة التوكن بلشوا ينعدوا كسيكوريتي بيأثر على حقهم، لانه مش كتير من الاكشينجز راح يحطون عندهم ويعملولون الليستنج. اخر خبرية بدي احكي عنها واللي هي شوي مفاجأة، واللي هي بتقول انه ترامب بده يمنع الكريبتو كارنسي تبع فنزويلا. مثل ما حكينا بهذه الشانل، الحكومة تبع فنزويلا اطلقوا توكن واللي هو بترو كوين،
واحد اسباب اطلاق هيدي الكريبتو كارنسي يلي هي على اثيريوم انه اليوم التداول بين العمله الفنزويليه والعالم يلي بامريكا ممنوع. هن فكروا انه اذا بيطلقوا كريبتو كارنسي رح يقدروا يتعاملوا بهيدي الكريبتو مع العالم بامريكا، لكن هون ترامب اللي هو رئيس جمهوريه امريكا عم بيعلن انه حتى لو انتم عندكم كريبتو كارنسي نحن ما بدنا نتعامل معكم. هلا اكيد شيء من الصعب انه نحن نعرف مين عم بيتعامل بهيدا العمله الفنزويليه، لانه هي على الاثيريوم بلوك تشين يلي هي ديسنترلايزد لا مركزيه، ويستصعب اليوم نحن نعرف مين ورا كل محفظه. لكن الشغله الكثير مهمه اللي انا فهمتها من هيدا الارتيكل، غير انه ترامب عم بيمنع العمله الفنزويليه، ترامب بيطلع ويحكي عن شيء اسمه كريبتو كارنسي، يعني الدولة الأمريكية اليوم بلشت تاخذ الكريبتو كارنسي بشكل جدي. والأكثر من هيك، تهنن يحكوا عن كريبتو كارنسي عم تنعمل من دولة، يعني كتير معقول هنن يكونوا اليوم عم يشتغلوا على الكريبتو كارنسي تبعيتهم. أكيد القصص اللي عم بقولها هون هو رأيي الخاص، أنا ما عندي أي فكرة إن كانت الدولة الأمريكية عم يشتغلوا على الدولار كوين أو عملة منطلقة من الفد يعني البنك المركزي الأمريكي، بس ترامب يطلع ويحكي عن كريبتو كارنسي هيدا بيدل انه الدولة الامريكية عارفة شو عم بيصير بالكريبتو كارنسي، مش ما مثل ما كثير من العالم فاكرين انه هن مش عارفين لانه هن ما عم بيعملوا ولا ريجوليشن ولا نظام على الكريبتو كارنسي. لا، هن كثير عارفين اول ما يكون في كريبتو كارنسي او عملة ما بتعجبهم دغري رح يطلعوا ويقولوا انه نحن بنمنع التعامل بهيدي العملة. والاهم من هيك، اليوم هن كثير معقول يكونوا عم يشتغلوا على العملة تبعيتهم. هذا كان كل شيء لليوم. بليز اكتبوا لي تحت بالكومنت شو رايكم بكثير من القصص. اول شيء الالتكون، شو رايكم بهذا الماركت؟ معقول يزيد؟ امتين معقول يزيد؟ هل انتم بتوافقوا يلي تومي لي عم بيقولوا انه باغسط او سبتمبر من هيدي السنه؟ الاي سي او، الفريز تبع الاي سي او اللي معقول ينعمل، كيف معقول ياثر على سعر العملات يلي حاليا بالسوق او المشاريع يلي رح تنزل على السوق بالايامات او الاشهر الجاية؟ واخر شغلة، شو رأيكم باللي عم بقوله ترامب؟ هل انتو بتفكروا انه معقولة الدولة الامريكية تخلق التوكن تبعها اللي هي مبنية على الدولار؟ شكرا، بشوفكم بالفيديو الجاي.